صبرا أخي في مصيبتي وآلمي لابد بعد الصبر من تمكيني ولنا بيوسف أسوة في صبره وقد ارتمى في السجن بضع سنين هون عليك الأمر لا تعبأ به إن الصعاب تهون بالتهوين أمس مضى واليوم يسهل بالرضا وعلى الله اتكل وهو المعين لا تيأسن من الزمان وأهله وتقول مقالة قانط وحزين فعليك بذر الحب لا قطف الجناح والله للساعين خير معين سنعود للدنيا نطيب جراحها سنعود للعز والتمكين ستسير فلك الحق تحمل جنده وستنتهي للشاطئ المأمون بالله مجراها ومرساها فهل تخشى الردى والله خير ضمين بدموع أم روعوها في ابنها وبكل دمع في العيون سخين بدعاء شيخ شردوا أبناءه ما بين مقتتل وبين دفين يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين يا رب فانصرنا فانصرنا على كل معتد يسعى لتمزيق المسلمين هون عليك الأمر لا تعبأ به إن الصعاب تهون
بالتهويل.